جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد سياسة المملكة بشأن التعاون مع كبار منتجي النفط لإعادة التوازن إلى الأسواق والحد من التقلبات. وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا الأسبوع الماضي تمديد تخفيضات إنتاج الخام 9 أشهر حتى مارس المقبل في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات بشدة في السنوات الثلاثة الأخيرة.